يا إخوة لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. والله ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكفر: أتاهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في لحظة تتغير الأحوال كلها، في لحظة واحدة تتغير الأحوال كلها بإذن الله. فلا نيأس من رحمة الله أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام محاصر في الخندق عليه الصلاة والسلام أياما، وكل يتوقع أن يقتل، كل يتوقع أن يقتل. في لحظة تتبدل الأحوال، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما هي إلا أيام جاءت ريح طيرت أهل الشرك، وأصبح المسلمون يغنمون بني قريظة بين عشية وضحاها. فلا تيأسوا من رحمة الله يا أهل الإسلام، ثقوا في الله، ثقوا في الله. لا تخرج بمخرج الهزيل الضعيف التي تشمت بنا الأعداء، اخرج بمخرج القوي. ادعو الله الحمد لله، ادعو الله للإسلام والمسلمين يا أخي. ادعو الله للإسلام. أنا حزين على اللي حاصل والله، احنا ما نجلس يعني اتجاوز الموضوع المقام يعني المقام ليس جميع اللي حواليا بيصفوني بيقولوا انت مبالغ شويه يا اخي. اسمع اسمع الكلام يا اخي، لا تخرج على الناس بمخرج المتباكي، اخرج على الناس قوي العزيمة واحتسب اخوانك شهداء عند الله وادعو الله لهم. ارفع كن عمليا، ما يجدي البكاء ولا العويل. بكاك هيصنع لنا ايه؟ بكاك عويلك ماذا سيصنع لنا؟ ادعو الله لهم، وان كان بامكانك ان تصنع شيئا لنصرة دينك انصر دينك ورجع نفسك مع الله. أما نخرج كل يوم واحد يبكينا على نحن نخرج للناس بمظهر قوي، نحتسب شهداءنا عند الله سبحانه وتعالى. أما التباكي ما يصلح في شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ بارك الله فيك. وفيك الحمد لله في نعم. أخواننا اللي بيقتلوا طبعا كلنا دلوقتي كمسلمين حابين نعرف يعني ما يجب علينا، ايه هو الواجب الشرعي علينا تجاه ما يحدث لاخواننا المسلمين، بغض النظر بقى عن المواقف الدوليه او موقفنا كدوله باللي بيحصل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. فأي صورة تقدر عليها تستطيع أن تنفع بها إخوانك المستضعفين لزمتك هذه الوسيلة، وستسأل عنها يوم القيامة إن قصرت، ما دامت في وسعك، ما دامت في وسعك. من ذلك على سبيل المثال الدعاء، الدعاء في وسع الجميع، فعلى المسلمين جميعا أن يدعوا ربهم بذلك. إن استطعت أن تصل إليهم بأي نوع من أنواع المساعدات جزاك الله خيرا، وتكون قد أعذرت إلى الله. عجزت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والواجبات تختلف من شخص إلى آخر، فليس الواجب على الحاكم كالواجب على المحكوم. الواجب على الحاكم، قد يكون الحاكم المستطيع ملزم وسيسأل أكثر من المستضعف الذي في بيته. أن الله عذر المستضعفين فقال: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالمستضعف يختلف عن القادر القوي، الثري يختلف عن الفقير، الذي يستطيع إيصال مساعدة يختلف عن العاجز عن إيصال هذه المساعدة. فمجمل القول أن النبي قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قدرات الناس تختلف، إمكانات الناس تختلف. بارك الله فيك وحفظك الله ونصر الله دينه وعز الله الإسلام والمسلمين. أحب أن أنوه في هذا المقام على شيء، وأن كثيرا من إخواننا ينشرون صورا قد تسيء إلى الإسلام، ونحن لا نريد أن يشمت فينا عدو ولا حاقد ولا حاسد. فلا تنشروا يا أهل الإسلام
ما يسيء إلى الإسلام، لا تنشروا ما يقوي شوكة العدو ويقوي شماتته بكم. إننا نقرأ قول هارون لموسى عليهما السلام: فلا تشمت بي الأعداء. ونقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأن الحديث فيه فقرة موقوفة ليست بمرفع إلى الرسول، فقرة من الفقرات قيل إنها شماتة الأعداء لكن لها شاهد من الكتاب العزيز: فلا نحب أن يشمت عدونا فينا، ولا تخرجوا يا أهل الإسلام على العدو بمخرج الرجل الهزيل، اخرجوا أقوياء، اخرجوا في ثبات على دينكم وعدم يأس من رحمة الله. أما أن تنشروا الأشياء التي تبكي أهل الإسلام فأظن أن ذلك لا يليق بكم يا أهل الإسلام، اخرجوا على عدوكم أقوياء. ماذا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ واحد كلب من الكلاب الكفرة يضرب شخصا ميتا، ما يعجز أي شخص عن هذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل بحمزة قال في بعض الأحاديث قال وذكر صفية عمة حمزة: لولا حزن صفية لا تركت حتى يحشر من بطون الصقور أو السباع أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا نخرج على المسلمين ونحن أقوياء وعلى الناس ونحن أقوياء. أما أنك تأتي بمسلم ميت يهينه كافر، ما يليق بك أبدا أن تنشر هذا، وأظن أنك والعياذ بالله تأثم بمثل هذا النشر. فنخرج على الناس بقوة وثبات، وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. فأهل الإسلام حافظوا، ليس كل شيء ينشر، لا الشيء اللي فيه نفع للإسلام نفع للمسلمين نكاية بأعداء الله هو الذي ينشر. أما أن تنشر مناظر تسيء للإسلام وتسيء للمسلمين وتبين ضعف المسلمين ويخرج هذا يتباكى وذاك يتباكى. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه مقتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة في غزوة مؤتة، فخرج على الصحابة يقول قولا موجزا: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. ثم إن النبي قال في بكائه: وما يصرنا أنهم عندنا، أو وما يصرهم أنهم عندنا، إنهم لقوا من الله النعيم. جعفر يطير بجناحيه، والله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا تخرجوا على الناس يا أهل الإسلام، لا تخرجوا على الناس يا أهل الإسلام بمخرج الضعف، اخرجوا بمخرج القوة ومخرج الثبات، ولا تنشروا المقاطع التي تسيء وتكسر نفسيات المسلمين. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. الأخير يا عم الشيخ، معلش عبد الرحمن انظر من الذي يحذف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا عم الشيخ، لو كنت أرى، وأنا الذي أرى لا ليس أنت، وكنت أرى أن في موقف الحاكم ضعف وخذلان، فهل أؤثم على ذلك كمواطن عادي؟ طب انت يعني هل في يدك شيء تستطيع فعله وتخلفت عنه؟ اذا كان في يدك شيء تستطيع فعله بالحكمة والموعظة الحسنة وتخلفت عنه تأثم، لكن لو لم يكن في وسعك شيء فكما اسلفنا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل يا حبيبي. بارك الله فيك يا شيخنا. اسال بس عن دعوات المقاطعه يا شيخنا. الان انت يعني تجد المسلمين هم الذين يعملون في المنتج او المكان الذي يقال قاطع هذا الشيء، فيعني كيف نوصل؟ والله اذا كانت المقاطعه تجدي فنحن مع ما يجدي ومع ما ينفع ومع ما ينكل بالعدو الذي يشتت المسلمين. وان كانت هناك استفادات لبعض الافراد ستضيع، فهي استفادات ضعيفة أمام
النكاية الكبيرة، فإذا كانت هناك نكاية كبيرة بمن يؤيدون الظالمين فنحن مع النكاية الكبيرة التي ينكل بها من يساعد أهل الظلم، وإن تضرر بعض المسلمين مقارنة المفاسد والمصالح مطلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ نحبكم في الله. الحمد لله، حالي طيب، أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا سوري في تركيا ونحبكم كثيرا أنا وأسرتي وندعو لكم كثيرا كثيرا. أحبك الله الذي أحببتنا له، وفقكم الله. يا شيخ أنا مهندس معلوماتية، مهندس برمجيات، وتخطر في بالي حلول خوارزميات، يعني حلول برمجية نستخدمها يعني لأشياء عامة، ولكن منذ فترة جاءت لي فكرة من أجل أن تساعد إخواننا في غزة يعني. أعانك الله إذا كنت تستطيع أن تنفع إخوانك بشيء فانفعهم. نعم يا شيخنا، ولكن أنا إذا نشرت هذه الخوارزمية عفوا لا تطل أكثر من يعني. اصبر يا أخي اصبر، أرجوك اسمع حديث رسول الله، من استطاع منكم أن ينفع فليفعل، ولا تفصل تفصيلا، المقام في هذا لا يحتمل التفصيل. فهمت كلامي؟ هناك يعني سبب يعني مانع لهذا الأمر؟ أقول لك ما هو فهم، أظن يجب أن يفهم يا عبد الرحمن، وأنت فهم وجهتي؟ الحمد لله أنك فهم. لا والله يا سيد ابن عبد الله، ما هناك خشية من الذي تذكره، إنما فقط أنني أريد أن يحتفظ هذا بطريقته لنصرة الإسلام والمسلمين. الله ينصر المسلمين يا رب في كل وقت.